طالبت مصلحة الضرائب المؤثرين بالتسجيل لديها والكشف عن أرباحهم لبدء تحصيل ضرائب سنوية. يا مالها بردت كده ليه؟ ولا أني بيني جعان؟ السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهاردة جايب لكم حلقة ولا اسوأ في حياتي. دي حلقة النهاردة يا ولادي جاي اتكلم ان يعني ايه فرضوا ضرائب على اليوتيوبر زي ما انتوا شفتوا كده يعني في المقدمة والعنوان. ايه ومش حابب احرق كتير، فيعني لو بتحب اخوك السوتس وواقف يعني جنبه وعايز تدعمه لان يعني خلاص كده كل سنة وانت طيب، الدنيا بتلم ورقها زي ما بيقولوا، انزل اعني ميتين ام لايك شارخ فايح سايح نايح، واشترك في ام القناة يعني عشان خلاص يعني قربنا نوصل لـ200 الف مشترك. ويلا نبدأ الحلقة على خيرة الله. اوزيع يا ابن والدي. طب اليوتيوبرز والبلوجرز دول هتعرفوا دخلهم منين؟ يا فندم حضرتك احنا سوشيال بليد هتقول لك موجود وبيحدد عدد المشاهدات وبيحدد حجم الايرادات اللي موجوده اللي بيتم الحصول عليها. لا يعني حضرتك هتشوف هو عامل كم مشاهده ومن المشاهدات دي هتحسب هو داخل له كم؟ طبعا ده هي محسوبه لوحدها يا فندم. هتاخد بالك انا ما بجتهدش، ده هي اوريدي موجوده ومتسجله ومحسوبه وباين للناس كلها وموجوده. ودول هيدفعوا 20% بقى عادي. بالظبط كده يا فندم. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا ولادي الاستاذ عمرو اديب مستضيف يعني السيد صقر، هو اسم حضرته سيد فاحنا بنقول له ايه السيد، فيبقى ايه السيد سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحه الضرائب مصلحتك اولا. فبيقول الاستاذ يعني ان احنا هنحاسب اليوتيوبرز والبلوجرز هنحاسبهم بموقع سوشيال بليد. طبعا انتوا عارفين يا ولادي وفي معظمكم ما يعرفش الموقع الخايس اللي اسمه سوشيال بليد ده موقع خرفان بيحسب اي بتنجان ويقول لك هو ده بيقبض كذا. فتيجوا يعني ما نجرب ميتين ام الموقع الخايس ده، هنجربه يعني تجربة كده عملية ومش مشكلة يا عم. ايه نفصح بقى عن ارباحنا اللي احنا شغالين قدينا سنتين عمالين ايه شغالين، فيعني انا مش هبخل عليكم بده ان احنا يعني نشوف مع بعضينا. يلا بقى نخش كده ونكتب ايه اسمه ايه سوشيال بليد اهو، ادي سوشيال بليد. بنخش اول لينك هيا وطبعا هنا بيقول لك حط ايه لينك القناه بتاعتك، فنروح على القناه ناخد البتاعيه كوبي كده، دي لينك القناه بتاعت السوتس ننزلها وندوس سيرش. طبعا هو كده جاب لي القناه بتاعتي. هنا بيقول لك ايه سنويا غفران السادات باشا بيقبض 10,000 دولار تمام، وشهريا 862. نيجي كده بقى ايه للفيديو، اخر فيديو انا منزله اللي هو ايه ما تسيبه ماسكه ليه، تحليل اغنيه ما تسيبه ماسكه ليه، هيلاقيني ان انا عامل 145 دولار ولا 146 دولار في الفيديو هاي دي. الموقع بيقول كده. تيجي بقى للقناة بتاعتي اللي هي بتقول انا خدت كام، يعني هي دي المسؤولة ان انا خدت كام. انا اصلا ايه بيقول لك هذا الفيديو ما معلوش ربح اساسا، نفتح برضو الربح من عليه عشان يشوفوا كده هو. يلا اخلص اهو زي ما انتم شايفين علامه صفرة، يعني يقول لك هذا البتاع ما بيعرفش اعلانات وممكن يعلن اعلانات. نخش كده بقى نشوف الارباح بتاع ام الفيديو دوت اهو. منذ نشر الفيديو جايب لي دولار و22 سنت، فازاي انا بقى واخد من الفيديو ده 145 دولار ولا 146 دولار؟ فده برنامج حمار او موقع حمار. يجي يقول لك ايه السوتس بيقبض 10,000 دولار و300 في السنة. طيب انا بقالي سنتين شغال على ام المنصة دهيا، نعمل كده هو اها منذ فترة الانشاء. شايف الرقم المنور ده يعني ايه 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 1900 ومش عارف كام، يعني انا يعني ما كملناش 2000 دولار في سنتين. فالسوتس كده يعني بيقبض له بتاع 14,000 جنيه كل سنة، ما يكفوش سجاير وبوز وشيبسي وفلوس تيت وفلوس انترنت في ميتين ام السنة. فطبعا حضرتك يا سيد صقر اللي بيحصل ده كده يعني انت بتحسب بالويم. انا يعني مش ضد ان انا ادفع ضرايب
ان الضرائب مصلحتك اولا كما يقولون، يعني منذ الصغر اسمعها الضرائب مصلحتك اولا، فانت كده هتحاسبني بالويم، فانا كده هيطلع ان انا مثلا واخد 10,000 دولار، فيعني انا كده داخل في حسبه مبلغ انا مش عارف هو كام اساسا. وطبعا يا اولادي الحسبه اللي انا حسبتها دي انا يعني بره الضرايب، انا مش بتكلم عليا، انا بتكلم على اخواتي اليوتيوبر اللي هم يعني ايه ببالك انا بقى حاسب لي كده، هم اللي الباقي حاسب لهم ايه. ده يعني السوشيال بلايد ده يودي في 60 داهيه. فانت يعني عشان تاخد ضرايب من اي مواطن شغال على اليوتيوب، فانت لازم تاخد ام القناه بتاعته كده هو زي ما انها ما عملت كده، وتفتحها وتفصصها وتشوف الراجل ده بياخد كام، لان الموقع ده موقع خايس بيحسب من دماغه، يعني هو ايه اي هبد في ايد العبد زي ما بيقولوا. فكده حرام. ولو بالحسبه اللي انت حسبتها حضرتك، فانا يعني كده احضر قدره فول وسندوتشين كده واقف ابيع فول على المحطات، وبرضه هدفع ضرايب، فانا كده يعني ايه افتح تربه وادفن فيها. ومن هنا يا ولادي اوصل لنهايه ام الحلقه، ويعني احمل لايك شارخ سايح فايح نايح زي ما بيقولوا، يعني لان احنا يعني ايه الدنيا بتلم ورقها، احنا بنلم ورقنا كده يعني، وادعمني باي حاجه، لان انا يعني ايه زي ما وريتك كده يعني شغلني الله للوطن، وبدفع اجره النت واجره النور، وعلى الله حكايتي من الاخر يعني. اشكركم شعبي العظيم، اشكركم اشكركم اشكركم.